عودة الأمور إلى طبيعتها في المسجد الأقصى المبارك بعد انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من الاقتحامات التي أمرت فيها شرطة الاحتلال، أملت فيها شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين. تخلل الاقتحام مواجهات بين الشبان في المسجد القبلي، وأطلقت قوات الاحتلال العير المطاطية وقنابل الغاز تجاه المرابطين في المسجد القبلي. استخدم المرابطون أساليب جديدة في التصدي للاقتحامات من خلال التكبيرات وما يسمونه الإرباك الصوتي، من خلال الطرق على الأبواب، ومن خلال الصيحات والتكبيرات، ومن خلال فتح مكبرات الصوت بأغاني وطنية وشعبية وأغاني تمجد ونشيد تمجد المسجد الأقصى. هنا يقوم الشبان بالتنظيف المسجد الأقصى من مخلفات الاقتحامات ومن مخلفات المواجهات. يعطيك العافية يا عم. اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم، أين كنت أنت؟ ما كنت موجود، حلقة جديدة. حياك الله. طيب ماذا توجه رسالة للفلسطينيين بشأن المسجد الأقصى المبارك؟ الله يهدي الناس كلها، الله مش منطق، مش عمل بربرية. نعم.